إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع الشيخوخة وبعض المشكلات التي ممكن تكون بشكل عام متداخلة في الموضوع. المشكلات يمكن أن تكون انفعالية وجدانية كالشعور بالفشل أو الإحباط عند كبير السن، مما يؤدي إلى التغلب على هؤلاء، يعني تدخل روح التشاؤم في هذا الكبير كبير السن. قد يصل ببعضهم إلى الشك بأقرب المقربين، وقد يتزوج إليهم ويكون سلوكهم يعني متسما بالشك والحذر والحساسية والتأثر الانفعالي المسن، مما يعني انتابه ويعني ويصاب بالعجز، وممكن أيضا يتهمه اتهام فيه شكوك كثيرة في من ناحية الجسمية، وهو فعلا يعني جسمه قد يتراجع ويتحول إلى حالة مرضية كبيرة جدا. وأيضا في بعض كبار السن عندهم يعني نوع من أنواع الكبرياء أو عدم الرضاء في عدم يعني الرضاء يعني بالواقع أنهم تم يعني أنهم وصلوا فترة الشيخوخة. وأيضا هناك مشكلات ذهنية فكرية، ذلك نتيجة لضعف الحواس وضعف الانتباه. إلى هنا انتهى الدرس، أتمنى أنكم استفدتم من هذه المعلومات المبسطة جدا بخصوص مشكلات أثناء الشيخوخة. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.